السلام عليكم، مدرب السياقة بالغازي شعيب. كيفية الدوران والوقت اللازم لندور فيه المقود، يعني لو فولون. القاعدة ديال الدورة راه معروفة، دائما كنقسم السرعة ونبدل الفيتاس إلى الدرجة الثانية بمعنى دوزيان، وملزم عليا ندير الإشارة الضوئية، يعني هذيك الرفرفة الضوئية بمعنى السينيال. في هذه اللحظة هذه تنكمل قانون ديال الدورة وتنتغلب على السيارة وتنتحكم فيها. لمن تنصغر الدورة، بمعنى خصني ندور المقود لو فولون باش نبقى دائم في اليمين وما نسببش العرقلة. واليسر كنكبر الدورة، بمعنى كندور نصف دائرة على حساب الحيز والمساحة باش نبقى دائما في الجهة ديال اليمين وما ندخلش في وسط الطريق ونسبب العرقلة. الشكل ديال الدورات اللي كاينين تقريبا كاينين نوعين: الدورة اللي تتكون على شكل زاوية تتكون غالبا، والدورة تتكون على شكل نصف دائرة تتكون في المدار ولا في مسلك الاندماج اللي تيكون غالبا في الطريق ديال لوتوروت. قبل ما نمر معكم للدرس العملي، شوفوا هذيك الجهة ديال اليمين اللي غادي ندور، هذاك الخط اللي في الارض اللي مرسوم تيبين لكم اش من وقت تدوروا، عقلوا عليه، راه غادي نوري لكم في الدرس العملي. فاش كتوصلوا لواحد ملتقى الطرق تيكون ثانوي مثلا في وسط الاحياء، وتيكون هذاك الملتقى الطرقان ديالو ضيقين وباغين تدوروا الجهه ديال اليمين، الانسان اللي السائق مثلا تتكون عنده ديك الامكانيات باش يجيب هذيك الدوره بدوزيام كيدور عادي، ولكن كاين واحد النوع من المبتدئين تيوقع عليه الارتباك وما تتكونش عنده ديك القدره باش يدور بدوزيام. في هذه اللحظه هذه نوريكم واحد التكنيك. القاعده كما تقول دائما دوزيام والسينيال الجهه ديال اليمين، وقبل ما تنوصل الدوره مثلا بواحد 10 متر كندير واحد التكنيك انا غنوريها لكم. مثلا جاي بالفيتاس دوزيام، كنحترم حق الاسبقيه، وفاش كنبغي ندور الجهه ديال اليمين كنشوف مباشره الجهه ديال اليسر اللي يكون جاي شي واحد بسرعه. فاش تبقى لي واحد 10 متر ما بيني وبين الدوره ديال الجهه ديال اليمين كنضغط مباشره على اللومبرياج، وكان بدا نلعب بالفران وكندوز نبدل الفيتاس الدرجه الاولى يعني برومي، وكنطلق الفران وكنطلق لومبرياج. علاش تنطلق لومبرياج؟ باش السياره تيوقع عليها واحد الحصر جزء من الثانيه وكتعاود البرمجه ديالها بالدرجه الاولى يعني برومي، والسياره تتوليو محكمين فيها. كنشوف الجهه ديال اليسر، والمشكل اللي توقع لكم هنا في الدور ما تتعرفوش اش من وقيته غادي تدورو، اذا تنخلي حتى توصل المقدمه ديال السياره الوسط يعني الوسط ديال الطريق، وكندير دوره كامله وما كنرجع. شوفوا امتى غادي نرجع، حتى تقاد السياره مع الطريق عاد ترجع ديك الدوره اللي دورت وكنتبع السير ديالي. نعاودها معكم في هذه الدوره هذه، ديما نعاود البرمجة بالفيتاس برومي الدرجة الأولى. كنشوف الجهة ديال اليسر والسينيال على اليمين، ونخلي حتى توصل المقدمة ديال السيارة الوسط ديال الطريق، وكندير دورة كاملة وكنخلي السيارة حتى تقدم على الطريق. شوفوا كيفاش غتبان لكم، وكندير دورة اللي دورت وتتولي السيارة غادية لقدام. إذا هذه التقنية الانسان اللي ما تتكونش عنده ديك الامكانيات باش يدور بالفيتاس الدرجه الثانيه يعني دوزيام. نعاود معكم التجربه، رجعتها دابا الفيتاس دوزيام، فاش تبقى لي واحد 10 متر ما بينه وبين الدوره السينيال الجهه ديال اليمين، وكنبدا نلعب بالفران حتى نحس بها تقالت، كنطلق الفران وكندير بوامور برومي وكنطلق لومبرياج. هنا تيوقع ليها واحد الحصر جزء من الثانيه وكتعاود البرمجه ديالها للدرجه الاولى يعني برومي، وكنشوف الجهه ديال اليسر
ونتسنى حتى توصل المقدمه ديال السياره الوسط ديال الطريق، وكندير دوره كامله وكندور بشويه عليا وما كنرجعش. شوفوا كيفاش غادي تدور الطوموبيل وشوف كيفاش غادي توجه، ما كنرجعش حتى تتقاد السياره وتنرجع ديك الدوره اللي درت. اذا هذه الطريقه باش تندور الدوره الا كانت ضيقه. في حالات كاين تكون عنده السياره فيها لافونس، في هذه اللحظه هذه كنبقى ضاغط على لومبرياج نتوجد لي يكون جاي شي واحد بسرعه، لان كاين واحد النوع تيدخل للملتقى ديال الطرق بسرعه. كما قلت لكم كنعاود التجربه، المقدمه ديال السياره كيوصلت لوسط الطريق وكندير دوره كامله ونتسناها حتى تقاد السياره مع الطريق تولي مقاده بهذا الشكل وكنرجع هذيك الدوره. اذا هذه الطريقه باش الظروف الدوره من الجهه ديال اليمين في ملتقى ثانوي مثلا وسط الاحياء الا كانت الطريق ضيقه، كان دائما كنرجعها للدرجه الاولى يعني الفيتاس برومي باش تعاود البرمجه، وكنطلق لومبرياج ونخليها السياره تتمشي ثقيله. اذا هذه الطريقه باش تعاملوا الدوره الا كانت في طريق ضيقه. فاش تتوصلوا واحد ملتقيات الطرق ما تكونش مثلا في هذوك الاضواء الثلاثيه وتتكون الطريق عريضه، لان تتكون هاد الطريق شبه رئيسيه تتفرع الطرق وتتكون الدورة على شكل زاويه قائمه. هنا كندور بدوزيان وكندير دوره كامله وكنحترم الاسبقيه، لان الكروازما دائما ملم يدوز ولا الا كان الضوء ولا العلامه ديال ستوب. فاش تنوصل لهذا الملتقى هذا كندير السينيال الجهه ديال اليمين، الا حسيت براسي ما محكمش في السياره وخايف لا تهرب ليا كنضغط على لومبريج وكنبدا نلعب بالفران حتى تبان لي الطريق ودخل المقدمه الوسط ديال الطريق، وكندور دوره كامله وما ترجع حتى تتقاد ليا الطريق. اذا هذه هي الطريقه ديال الدوره في ملتقى الطرق على شكل زاويه. ممكن هذا الملتقى يكون فيه 4 طرقان ولا يكونوا فيه 3 طرقان. غادي نعاودوا العمليه في هذا الملتقى هذا اللي قدامنا. دائما القاعده الدوره دائما دوزيام، وكندير واحد القراءه سريعه اذا كانت الطريق عريضه تتسهل عليا الماموريه، كانت ضيقه راه شرحت لكم في ملتقى الى كانت طريق عريضه بحال دابا الطريق ضيقه بحال هذه الطريق عريضه كندير السينيال. في حاله الى حسيت بالسياره تهرب ليا غادي نضغط على لومبرياج وندير دوره كامله ونتسنى حتى تقاد ليا الطريق. ديما توصلوا لشي دوره المقدمه، القاعده هي المقدمه، عاد دخل المقدمه الوسط ديال الطريق وكدور، ما تشوف لا مرايه ما تشوف حتى شي حاجه، لان دائما خصني نشوف القدام ديالي. اذا الان غادي نمروا الدوره اللي تتكون على شكل نصف دائره. فاش تقربوا الدوره اللي تتكون على شكل نصف دائره، القاعده معروفه دائما السينيال الجهه ديال اليمين، وكنبدل الفيتاس الى الدرجه الثانيه يعني دوزيام. كما الدوره على شكل نصف دائره كندور كذلك انا المقواد لو فونو نصف دائره، وما كندور حتى تدخل المقدمه ديال السياره الى النصف ديال الطريق، وكنخلي هذاك النصف دائره اللي دورت المقواد وكتدور السياره، لان هذه الدوره هذه على الشكل مسلك الاندماج. نصف دائره كافيه وما كنرجع حتى تتقاد ليا الطريق وتبان المقدمه مقاده مع الطريق عاد ترجع هذيك الدوره. اذا هذه الطريقه اللي تندورو في الدوره اللي على شكل نصف دائره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.